من واشنطن السيد باسم أبو سمية الكاتب والباحث السياسي، ما الذي يخيف سيدي بعد تحية الولايات المتحدة من اجتياح رفح؟ تحياتي لك أستاذ تابر. أعتقد لا شيء يخيف الولايات المتحدة وإدارة بايدن، لأنها إلى حد كبير متفقة على مبدأ اجتياح رفح، ولكن مع تقديم إسرائيل خطة لإجلاء المدنيين، حيث يتواجد هناك عدد كبير جدا، حوالي 1.5 مليون فلسطيني في بقعة صغيرة، وهي بالتالي غير موافقة وغير معترضة على ذلك. وما يتعلق بزيارة وزير الدفاع الإسرائيلي قبل الوصول إليها سيدي، إلا إذا كان هناك رابط بين الاثنين في هذا الحديث، إذا لم يكن هناك رابط فلا استفسار. نعم، هناك رابط أساسي بين أنه زيارة يوآف جالانت كما أنا أدعي إلى واشنطن هي بمثابة إعلان غير مباشر بأن الهجوم الإسرائيلي على رفح التي يعتبرها نتنياهو هي المعقل الأخير لقيادات ومقاتلي حماس، وبالتالي سيواصل العمل على ذلك. وقد أقنع الأمريكيين، غير أن الجدل الذي سينشأ هنا هو تحديد جدول لهذا الاجتياح وآثاره وتداعياته. وقد طلبت الولايات المتحدة خطة مفصلة من الوفد الذي سيصل بعد جالانت إلى واشنطن. يعني تعتبر ربما هذه الزيارة من أهم الزيارات التي يقوم بها مسؤول إسرائيلي كبير في الوقت الذي يشتد فيه الجدل، كما تعلم وكما قلت في مقدمتك أنه الولايات المتحدة ربما تعترض أو ربما تبدي خشيتها من نتائج هذا الاجتياح. ولكن أهمية هذه الزيارة ليست فقط من طبيعة الوفد، لأنه هناك المدير العام لوزارة الدفاع المسؤول عن المشتريات، وإنما للقائمة الطويلة من الأسلحة المتطورة والحديثة التي تطلبها إسرائيل من الولايات المتحدة، والتي قالت أنها تكون بحاجة ماسة لها لكي تساعدها في إنجاز مهمة الاجتياح لمدينة رفح. وبالتالي المطالب هنا أعتقد أنها تشمل على متطلبات تصل إلى الحصول على طائرات مقاتلة من طراز F-15 وF-35، وهي التي ستعطي إسرائيل القوة المضاعفة لأن تمارس اعتداءها على رفح، وكذلك ممكن استخدامها في جبهة جنوب لبنان في القتال مع حزب الله. وبالتالي المسائل هنا تتعلق ببعضها البعض، ولا فرق بين الجدل الذي سينشأ في واشنطن وبين هذه الزيارة. تعلم أنه منذ هجوم السابع من أكتوبر إسرائيل أصبحت بحاجة ماسة أكثر إلى الاعتماد على الأسلحة الأمريكية، لأنه كما نعلم أنه استخدمت أو استهلكت كميات هائلة من مختلف الأسلحة على مساحة قصيرة، وقتلت حوالي 32,000 مواطن فلسطيني، وهي تواصل يعني عمليات القتل يوميا. وهنا هي المسألة، هي قالت أنها ستعتمد على هذه الأسلحة من أجل مساعدتها في الهجوم على رفح وفي القتال في جنوب لبنان. ولماذا إذن الولايات المتحدة أبانت في تصريحاتها السابقة بأن إسرائيل قادرة على أن تحقق الأهداف دون اللجوء إلى عملية الاجتياح إذا كانت توافق كما ذكرت؟ يعني ربما هذا تلاعب ونفاق، وأنه لكي تخفي عدم تورطها في المسألة. ولكن واضح تماما، أنا أعتقد أنه رغم أنه هناك يعني الكثيرين من أعضاء المجلس والحزب الديمقراطي التابع طبعا لبايدن يطالب إدارة بايدن بأنها يعني تفرض بعض القيود أو يعني عمليا مراقبة نوعية وكميات الأسلحة، ولكن الإدارة يعني تحاول التهرب من الاستجابة لهذه المطالب بالإدلاء بتصريحات مثل تخوفها من العدوان على المدنيين وسقوط المزيد من المدنيين، وأيضا يعني أن تساعد إسرائيل في إدخال المساعدات الإنسانية، وهي التي ترفضها إسرائيل بشدة، كما ترفض
أيضا وقف إطلاق النار. يعني كثيرا ما كانت هناك تصريحات من إدارة بايدن ومن الرئيس بايدن شخصيا عن قرب التوصل إلى وقف إطلاق النار، وأيضا هناك كان تصريحات البارحة أو ربما اليوم من وزير الخارجية بلينكين بأنه نحن في وضع أقرب من مما سبق عن توصل لوقف إطلاق النار. ولكن هذه المسائل يعني ثبت أنها مسائل وهمية، لأنه نتنياهو وطاقم حكومته ومجلس الحرب يرفض حتى مبدأ الوصول للحرب، لأنه يعتقد أنه الهجوم على رفح سيضع حداً لقوة حماس وقدراتها العسكرية، وكذلك الإجهاز كما يعتقد على قياداتها العسكرية. الإخراج للعلن بنوعية الأسلحة التي ترغب الولايات إسرائيل في الحصول عليها من الولايات المتحدة الأمريكية، ألا تتصور أنها تتماهى مع التوقع الأمريكي بأن جنوب لبنان سيشهد مواجهة في مطلع الربيع القادم؟ طبعا هذا وارد تماما، لأنه طوال الفترة كانت الولايات المتحدة تخشى من اتساع رقعة الحرب وأن تمتد يعني لتصل إلى حرب إقليمية قد تتورط فيها دول أخرى، ربما إيران، ربما الولايات المتحدة بشكل مباشر أو غير مباشر، وطبعا إسرائيل كما هو حاصل. ولكن المسألة هنا تتعلق بأنه الأيام أو الأشهر القادمة تحمل كثير من الأخبار السيئة، ربما هذا أحدها الذي بدأت فيه الحديث عن أنه هذه الزيارة يعني اعتبرت بمثابة إعلان مباشر عن اجتياح رفح، وهو الاجتياح الذي يتخوف منه الكثيرون سواء في المجتمع الدولي أو في المجتمع أو في الدول العربية وحتى أطراف في الإدارة الأمريكية. وألا تتصور سيد باسم أن اللجوء إلى طائرات F-16 أو المزيد منها وطائرات F-35 قد تكون أكبر من احتياجات إسرائيل في اجتياح رفح؟ كما قلت أنه عادة إسرائيل تطلب أسلحة لاستخدامها في مسائل أخرى هي ربما تضرب بها. أنا لا أتحدث هنا عن الأسلحة التي تطلبها، أتحدث عن الإعلان عن الأسلحة التي تطلبها. ليس بجديد، لأنه الولايات المتحدة بادرت إلى يعني تسيير خط سير من واشنطن إلى الولايات المتحدة في بداية حرب في بداية الحرب في أكتوبر الماضي، وبالتالي هذا ليس سرا أن تعلن عن متطلبات أو قائمة بالمطالب التي تتضمن أسلحة من هذا القبيل، وهي مسألة ليست مخفية وقد أعلن عنها الإعلام. يعني موقع إكسيوس الأمريكي الذي يتمتع بثقة واطلاع كبير أعلن عن هذه القائمة، وهي ليست يعني سرا في هذا المجال. وبالتالي المسألة هنا تتعلق بأنه هل ستبادر الولايات المتحدة إلى إعطاء هذه الأسلحة أو جزء منها أو بعضها من القائمة المقدمة من الولايات المتحدة؟ هذا هو السؤال. عندي سؤال على سؤالك سيدي، وهل طلب هذه الأسلحة والحصول على الموافقة بشأنها يتطلب زيارة وزير الدفاع؟ طبعا وزير الدفاع. هناك يعني مهمة أخرى على هامش الزيارة أيضا، هي تقديم أو مناقشة الخطة التي أعدها نتنياهو حول مطالب الولايات المتحدة بتجنيب المدنيين المزيد من الخسائر، وخاصة في رفح، لأنه هي منطقة صغيرة جدا مساحتها ومكتظة بحوالي 1,400,000 إنسان، وأي عمل عسكري يحصل هناك سيكلف الكثير من الأرواح، وهذا ما لا تريده الولايات المتحدة خاصة والإدارة الأمريكية، وهي مقبلة على الانتخابات التي يعني تعتبر بمثابة حسم لمستقبل بايدن السياسي في هذه. سيدي أرجو أن تقدم لي في هذه المتناثرات نسيجا واحدا نستطيع أن نربط به الصورة. مشروع أمريكي يقابل بفيتو من روسيا والصين، ومفاوضات أعلن عن دخول رئيس CIA إليها، قالوا أن هذا الدخول يعني أن هناك احتمالية لقرب وصول إلى اتفاق. بعض التسريبات تقول أن إسرائيل وافقت في حال إتمام هذه الصفقة على مرور 2000 من الفلسطينيين من منطقة الجنوب إلى منازلهم في منطقة الشمال بعد أسبوعين من إقرار الهدنة. هذا النسيج المتناثر ماذا يعني، وكيف نفسره في إطار الصورة الكلية التي تراها الولايات المتحدة وترغب فيها إسرائيل؟ عمليا موافقة إسرائيل على عودة 2001 هو موافقة مشروطة وليست يعني متاحة للكل، هي اشترطت أن يكونوا صغار السن
وأن يكونوا ليس في سن الذي يمكن أن يعتبروا مقاتلين، لأنها تعتبر أن كل فلسطيني مقاتل في 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 المقاومة الفلسطينية، وبالتالي كان الهجوم العشوائي على الكل، وبالتالي أيضا هكذا تكبد الفلسطينيون خسائر كبيرة في الأرواح. وهذه المسألة ومسألة عمليا التصويت في مجلس الأمن، أنه كان يفترض اليوم كان في تصويت ولكنه تأجل إلى يوم الاثنين، لأنه حتى هذا مشروع عدوا يعني أعضاء غير دائمين في مجلس الأمن، وبالتالي أيضا وصف لأنه يعني بدت ساحة مجلس الأمن هي ساحة سجال بين القوى سواء الكبرى سواء الولايات المتحدة وروسيا والصين. يعني مسألة بدت أنه مجلس الأمن أصبح عاجز عن اتخاذ قرار، وإنما يعني اتخذ شكلا آخر للسجال والانتقادات، ويعني وصف القرارات بأن إما أنها سخيفة أو إنما مسيسة. وبالتالي أيضا هذه القصة يجب أن نتوقف عندها لنعلن أنه مجلس الأمن أصبح بسبب ذلك غير قادر على اتخاذ قرار في الوقت الذي يعني يسقط فيه عشرات بل مئات القتلى والجرحى في قطاع غزة. وهذه مسألة يعني على مجلس الأمن بما يتمتع به من نفوذ في أن يمارس ضغوطه لوقف هذه العمليات. وفي إطار تقويض تحركات حركة حماس باعتبارها أحد الشركاء المشاركين في عملية التفاوض، ما الذي يأتي في مصلحة حماس ميدانيا وسياسيا، وما الذي تراه من وجهة نظرك ضد مصلحتها سياسيا وأمنيا داخل المعارك الدائرة في قطاع غزة الآن؟ هنا هذا السؤال سؤال مهم جدا يجب أن يجيب عليه قادة حماس عمليا. أنا أعتقد أنه حماس إن كانت بالفعل قد تورطت في هذه المسألة فعليها إعادة النظر في عمليا كيف ستخرج، أو هل ستوافق على المقترحات الإسرائيلية التي ربما في كل لحظة يرفضها نتنياهو، وتقول حماس أنها ستدرسها وقد توافق عليها. ولكن هذه المسألة ستشكل عامل إحراج شديد بالنسبة لحماس التي لا تملك ورقة سوى الرهائن، وبالتالي المراهنة على هذه المسألة ستضع حماس في إحراج كبير وربما يؤثر على مستقبلها وعلى وجودها في القطاع. وأنت أحلت سيدي الحديث إلى قادة حماس، أنا سأنقل لك هذا التصريح الذي نقلته وكالة الأنباء الفرنسية نقلا عن مسؤول بحماس لم تسميه بأن المواقف بين الأطراف في الدوحة متباعدة. لماذا الآن؟ أو لماذا هذا التوصيف وهذا العنوان لسير المفاوضات رغم أن التسريبات تتحدث عكس ذلك؟ الإجابة بسيطة، لأنه إسرائيل ترفض كل المقترحات لقناعة نتنياهو بأنه إذا أخذ أو حصل على موافقة الولايات المتحدة والغطاء السياسي الذي ستوفره له من اجتياح رفح ستنتهي المسألة بكل بساطة كما يعتقد. ربما يكون هناك تداعيات وآثار على مستقبل نتنياهو وعلى القدرات الإسرائيلية العسكرية، ولكن في يعني هو اتخذ القرار بالمضي إلى أبعد حد لمواصلة هجومه على رفح، ويبدو أن يعني الولايات عفوا حماس ليس لها أي إمكانيات سوى هذه الورقة، وبالتالي المراهنة على هذه المسألة هي التي تحدد مصير سواء المفاوضات بخصوص الرهائن والأسرى، وخاصة لأنه إسرائيل قالت أنه لن توافق على إطلاق سراح الأسرى ذوي الأحكام العالية، وهو المطلب التي كانت حماس ترفعه منذ بداية المفاوضات. ولكن يبدو أنه هذا أحد أسباب التعقيد التي حصلت في مفاوضات الدوحة. شكرا لك من واشنطن السيد باسم أبو سمية الكاتب والباحث السياسي، شكرا لك سيدي على قبول دعوتنا.